دلوقتي جت فقره اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه والانشطه كمان، ورسلتنا العزيزه منى ابراهيم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا منى صباح الفل عليكي طبعا في الاول، وخلينا نعرف منك كل الاخبار اللي عندك الخاصه بالنادي الاهلي، اتفضلي. بصبح حياك يعني هواند عليكي وعليكي يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني انا النهارده موجوده في النادي الاهلي بالجزيره، وخاصه او تحديدا من ملعب مختار التتش. يعني يمكن النهارده خلونا نبتدي، بما اننا في التتش خلينا نبتدي بالفريق الاول لكره القدم اللي بيستعد وبيواصل استعداداته فنيا او طبيا للسفر طبعا لمباراه السوبر الافريقي. يعني يمكن الجهاز الفني والطبي بيضع لمساته الاخيره فنيا وطبيا، فنيا لانه الفريق إن شاء الله هيسافر يوم الجمعة المقبلة أو بعد غد تحديدا يوم 17 ديسمبر، البعثة اللي بيرأسها طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى الدوحة للمشاركة في الماتش السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي إن شاء الله يوم 22 ديسمبر. النهاردة يمكن البروفا الأخيرة اللي هيطمن من خلالها مستر موسيماني على جميع عناصر الفريق في ماتش النهاردة ودي أخير مع نادي سموحة، من خلاله هيعرف كابتن موسيماني كل الجوانب او ياكد فيها التاكتكس كلها عفوا المطلوبه منه في المباراه القادمه ان شاء الله في الدوحه. المباراه هتبقى الساعه 3 العصر، ده طبعا علشان نقدر او يقدر الجميع ان هو يتابع مباراه مصر وتونس النهارده في الدور قبل النهائي من بطوله كاس العرب. نتمنى اكيد لمنتخبنا الوطني كل التوفيق. اما بقى طبيا فالفريق النهارده هيجري اخر مسحه طبيه هتبقى قبل السفر علشان يطمن الجهاز الطبي طبعا كله على الفريق جميعا وعلى كل عناصر الفريق طبعا الجهاز الفني والطبي كمان. يعني دي كل اخبارنا للفريق الاول لكره القدم. اما باقي الفرق الرياضيه المختلفه فصراحه النهارده استعدادات عباره عن خليه نحل في جميع الاصعده، الفرق كلها بتستعد لمباريات كتيره جدا هتكون، هيبقى ويك اند دسم جدا، جمعه وسبت هيبقوا مليئين بالماتشات والاستعدادات والبطولات اللي ان شاء الله تبقى كلها من نصيب النادي الاهلي. خليني اقول لكم في البدايه ان فريق كره السله رجال بيستعدوا لمباراه مصر للتامين يوم الجمعه المقبله طبعا بعد ما فازوا على مباراه مصر المصريه للاتصالات الاخيره. كمان من الاخبار السعيده جدا ان لاعب الفريق ايهاب امين يعني احد ابرز واهم العناصر في الفريق من الفتره الاخيره كان تعرض او اجرى عمليه الزايده وغاب فترة عن التدريبات الجماعية، لكن في خلال أسبوع إن شاء الله يكون جاهز للتدريبات بشكل طبيعي جدا وهيرجع إن هو يبقى مع باقي عناصر الفريق وبصورة منتظمة. اما كره السله سيدات بقياده طبعا كابتن علي هاشم بيستعدوا ايضا لمباراه نادي الشمس في دوري سوبر للمحترفات لكن يوم السبت القادم ان شاء الله. اما عن كره الطايره رجال بيستعدوا كمان لمباراه هليوبلس يوم الجمعه المقبله في الجوله الرابعه من بطوله الدوري، وفاز كان خليني افكركم ان كان فاز الفريق على في الثلاث جولات الماضيه اخرهم كان مع نادي اسكندريه للبترول، وبكده بعد المباراه يوم الجمعة إن شاء الله مع هليوبلس هيبقى فاضل للفريق مباراة واحدة بس في المجموعة الأولى اللي هو متصدرها لحد دلوقتي، المباراة هتبقى مع سبورتنج إن شاء الله، دي هتبقى المباراة الأخيرة في المجموعة الأولى. اما بقى عن كره اليد سيدات اللي بيستعدوا ايضا لمباراه نادي سموحه يوم السبت القادم، المباراه هتتلعب على صاله الامير عبد الله الفيصل هنا في النادي الاهلي الساعه 4 العصر ببطوله طبعا الدوري. يعني يمكن محترفه الفريق سندس حشانه اللي كانت مسافره الفتره الماضيه غابت شويه عن الفريق علشان كانت بتشارك مع بلادها تونس في كاس بطوله كاس العالم، هترجع ان شاء الله يوم الجمعه الجايه ومن بعدها على طول هتبدا تشارك مع الفريق بصوره منتظمه جدا في التدريبات. اما بقى عن اللاعب ليلى شريف اللي كانت مصابه وكان عندها كانت تشتكي من شد في العضله الاماميه وخاضت لفتره مش قليله من التاهيل والعلاج الطبيعي، دلوقتي هتكون راجعه ان شاء الله من يوم السبت هتقدر ترجع وتشارك مع الفريق بشكل طبيعي جدا في التدريبات الجماعيه. اما بقى واخيرا رجال تنس الطاوله اللي حقيقي عاملين بطولات ومحققين دايما ويعني مشرفينا ورافعين اسم النادي الاهلي دايما وحاطينه في الصداره، عندهم او بيواصلوا استعداداتهم لمباراتهم القادمه امام نادي طنطا يوم الجمعه المقبله ان شاء الله، وبكده يعني الفريق دلوقتي بيلعب في الدور الثاني من بطوله الدوري، بعد مباراه يوم الجمعه الجايه ان شاء الله مش هيبقى فاضل لهم غير مباراه واحده امام نادي اسوان. وعايزه افكرك يا هواند كريم انه لقب البطوله دي السنه اللي فاتت او النسخه الماضية
افتراضيه كانت من نصيب رجال تنس الطاوله بالنادي الاهلي، ان شاء الله كمان البطوله دي تبقى من نصيبهم ويتوجوا باللقب زي النسخه الماضيه. يعني يمكن زي ما قلت لك الجمعه والسبت اللي جايين هيشهدوا ماتشات كتير جدا وبطولات كتير جدا، علشان كده اليومين دول هيكونوا اخر بروفات استعداد للماتشات المقبله. ان شاء الله اول حلقه من 10 الصبح في الاهلي يوم الاحد اللي جاي نبقى بقى بنقول النتائج وبنبارك لبعض ان شاء الله. اشكركم جدا على المتابعه والعوده اليكم مره ثانيه في الاستوديو. اتفضل. واحنا كمان بنشكرك جدا جدا على هذه التغطيه والاخبار الحلوه كمان اللي انت بتتكلمي عنها خاصه بالنادي الاهلي. شكرا ليكي.